البيت حلو قوي يا بنتي يا منال، والست شكلها طيب. اول مره حموده ده يصدق ويجيب حاجه عدله. هما يا اختي بيبانوا كده طيبين في الاول، وبعد كده بيظهروا على حقيقتهم. ولا نسيتي بقى اللي عملته فيا الست النوبه اللي فاتت؟ انسي بقى اللي فاتت، ركزي انت بس في شغلك. احنا في عرض كل مليم دلوقتي، وطول ما انت مراعيه ربنا في شغلك ان شاء الله ربنا هيكرمك. هسيبك انا بقى يا طنايا. توحشيني قوي يا اما انت واخواتي. خلي بالك من نفسك. تقلقيش، خدي انت بالك بس من روحك وحسك عينك، ايدك تيجي على المرتب، انت فاهمه؟ حاضر. توحشيني يا نور عيني. لا اله الا الله، محمد رسول الله. بيكلميني. حاضر، ربنا يحفظك يا طنايا ويحميكي. ما بنت اكلي اخوك يا بنت. السلام عليكم. عليكم السلام. حسبت كده. مالك يالا فيك ايه؟ أول مرة يعني تشوفنا بناكل ومتفتحش جعورتك علينا. أنت عيان يالا؟ لا يا أخويا مش عيان، مقموص. مقموص ليه؟ عايز يتجوز هو رخر؟ يا ريت. الأفندي عايز يسافر بلاد بره. بلاد بره مرة واحدة؟ الله يرحم جدودك، ده جدك كان يطلع على الطريق الزراعي توه. اقعد كل يالا بلا هم. وفيها ايه يابا؟ انا مش فاهم ايه العيب في كده يعني. العيب يا روح امك ان السفر ده مش ببلاش.